بتقييم مستوى الرقمنة في مخترانات الحكومية ومركز البيانات الحكومية، ونتج عن هذا التحليل تحديد الخدمات العمومية بصفة تكنولوجيات الإعلام والاتصال خاصة في آلية التحول الرقمي ببلادنا سارية بالفعل، بحيث قد سمحت لنا عملية جرد الخدمات العمومية بإحصاء أزيد من 450 خدمة عمومية مرقمنة، منها 338 تم اعتمادها وإدراجها بصفة نهائية في البوابة الحكومية، وتبقى البوابة مفتوحة لخدمات عمومية أخرى ترقمن في الأيام أو الأسابيع القادمة إن شاء الله.